أنا في البداية بهذا الخصوص أريد أوجه رسالة أنه إلى الأقليات من اليزيديين والمسيحيين والشبك وكافة الأقليات، أنه حكومة السيد رئيس الوزراء السوداني داعمة إلى حقوق الأقليات وداعمة ورح تستمر في دعمها. بخصوص هذا الموضوع بالتأكيد هو كان أحب أوضح به هذا الموضوع، أنه هذه الدرجات الوظيفية اللي كانت على مستوى محافظة نينوى 2500 درجة صار التوزيع على أساس 2% للأقليات، لكن هنالك معايير مختلفة اللي هي أنه في 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 بحشيقة أو في برطلة أو في الحمدانية أو في سنجار أو في مناطق أخرى تلكيب أو هذه المناطق، أيضا في بعاج في بعض النواحي منها القحطانية، هذه المناطق الأقليات هذه تشكل الأغلبية وليس الأقلية، وإنما من تكون تنطي 2% فوردت إلينا عديد من المناشدات والتظلم و المطالبة بحقوقهم، وبدورنا احنا وصلنا هذا الموضوع الى دولة رئيس الوزراء، ووجه دولة الرئيس الوزراء بانصافهم وايضا تعويضهم عن السنوات الماضية بحكم انه هذا الموضوع هو من يكون في سنجار انت تخصص من 2500 درجة وظيفية تخصص درجة واحدة الى او درجتين من هذا الكل لابناء المكون اليزيدي اللي هم يشكلون 80 او 75 او 85%، هذا شيء غير صحيح. فهو كان الموضوع انه يكون مراعاة الكثافة السكانية ومراعاة جميع المكونات، ونفس الشيء للشبك في مناطقهم الأخوة الشبك من الأقلية وأيضا في الأخوة المسيحيين، وهذا هو كان توجيه دولة الرئيس بإنصاف جميع المكونات والأقليات على هذا الأساس. وإن شاء الله يعني نحن نعمل مع السيد محافظ نينوى وأيضا مع السيد وزير التربية المتعاونين جدا والداعمين أيضا للإنصافهم بحقوقهم، وأنا أوجه هذه الرسالة إلى الأقليات مرة ثانية بدعم حكومة السيد رئيس الوزراء السوداني لهم.